شقيانة طول عمرها وبتجري على قوتها، شمس وولادها نجوم دايرين في ملكوتها. سابها اللي خلفهم وساب لها أربعة، لا جت في يوم اشتكت ولا تسمع صوتها. صباح الفل يا أم محمد. صباح النور يا حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله. إن شاء الله صباحك يبقى زي الفل النهارده. يا رب احنا وانتي حبيبتي. دي عربيتك يا أم حمزة؟ أيوه. أنتِ بقالك كام سنة واقفة هنا؟ بقالي حبة كبيرة أوي. بقالي فترة طويلة، يعني أكتر من 4 سنين. 4 سنين في نفس المكان؟ في نفس المكان. والناس لما شافوكي إن أنتي واقفة على العربية أول مرة وأنتي واحدة ست استغربوكي ولا حبوكي؟ لا، في الأول وقفوا جنبي كلهم، بس فعلا كانوا مستغربين إن إزاي ست بتنزل هي وبناتها تشتغل على العربية. أنتي عندك بنات؟ عندي بنات. كم بنت؟ عندي بنتين. أنا عندي 4 أولاد، بس معايا بنتين وولدين. ما شاء الله، الله أكبر. يخليك يا رب. بنات كبيرة؟ بنت في طب وتانية في اعلام. انت اللي زقتيهم يا محمد؟ طبعا. ايوه. ليه كان مهم بالنسبه لك الاعلام قوي كده؟ ان انا كان نفسي اكمل بقيت اعلامي، يعني بقى ان انا اطلع حاجه زي كده. انت كملتي لحد ايه؟ لا، انا خدت يا دوبك كده حاجه زي دبلوم زمان كده وبس. دبلوم بس، يعني تعرفي تقري وتكتبي وكل حاجه؟ طبعا. ايوه. طب دول البنات مين الصبيان؟ عندي احمد، هو اللي واقف معايا دلوقتي بيساعدني في كل حاجه. عنده كام سنه؟ عنده 15 سنه. 15. وعندك حمزه؟ انت ام حمزه. وعندي حمزه. حمزه عنده كام سنه؟ لا، حمزه عنده 10 سنين. والبنت اللي دخلت اعلام هي اللي كانت عايزه تخش اعلام؟ لكن بتاعه الطب دي لا، ما كانتش عايزه تخش طب، كانت عايزه تخش اعلام برضو. الله. بس انا سيطرت عليها. يعني اللي كان عايز يطلع كاتب ولا مذيع ولا صحفي خليتيه دكتور؟ معقوله يا ربي؟ ايوه. وقالت لك ماشي اوكي؟ امال اطفال فاصليني، بس انا ضغط عليها برضه. ليه الطب حلو؟ هقول لك على حاجه، كل واحد يعني انا كان في حلم في حياتي ان انا اطلع مثلا ايه؟ يعني زمان كنا بنتفرج على الحاجات القديمه الحلوه دي، اقول يا انا نفسي ابقى مذيعه، يا انا نفسي ابقى مخرجه عشان اعمل حاجه تكسر الدنيا ومش عارفه ايه وكده. ولقيت يعني ايه اعلى حاجه ايه في الاعلام؟ الطب. دي بتوصلك لدرجه ان انت كده حسيتي ان انت نجحتي، فحاسه ان انا يعني حققت احلامي كلها كده. طب انت دخلتي بنت طب والتانيه اعلام، والولد بقى احمد عايزه ادخله سياحه وفنادق. عايز تدخليه سياحه؟ لان انت منشنه على كليات القمه صح؟ اللي هو عندكم ايه اصناف تانيه عندكم ايه؟ لا، هو بيحب الاكل، فهو عايز الله شيف كبير. عايز يبقى شيف. شيف كبير. حلو ده. بيحب الاكل لان هو بيتحسر قوي في الاكل بتاعي، فمعظم الاكل هو برضه بيساعدني فيه فعلا. وطعم الاكل بتاعه بيبقى جميل ما شاء الله. ما حلو ده، شاف ده. احب الحاجه اللي فيها شغف كده لحد غويها. ايوه. فانا حابه ان هم اي حد عايز يعني اللي هو عايز يطلعوا بيه، بس المهم ان هو يكون له هدف في حياته بيشتغل. قيمه العمل مهمه. مش ان هو قاعد في البيت، لا لازم نسعى كده ونبقى فيه حاجه مهمه في حياتنا. طبعا. مش نبقى كده يعني، انا عندي ندى بتشتغل معايا، هبه بتشتغل، كل يوم واحد فيهم بيشتغل معايا يوم. اصحابهم عارفين ان هم بيقفوا على عربيه الحواوشي والحاجات دي؟ ايوه. في الاول ما كنتش انا معروفه قوي، فاول ما طبعا في شويه تنمر لما عرفوا ان انا امهم ام حمزه، وبعد كده خلاص بقى الوضع طبيعي. ممكن يجيبوهم هنا؟ بعد كده، بعد ما اتعرفت بقى ان انا ان امهم ام حمزه، كانوا هم عارفين ان انا كل اول جزاره وبعد كده بتاعت حواوشي. انت كنت جزاره؟ لا. ايوه كنت جزاره. جزاره بالفعل بتذبحي يعني؟ كل حاجه. بسم الله الله اكبر. كله توظيف وكله. ايه اللي علمك المهنه دي؟ اهل جوزي كانوا جزارين وانا دخلت معاهم. اهل جوزك كانوا جزارين؟ لان هو كان جزار وانا دخلت في المهنه معاهم. طب الصنعه دي اللي هي الروح اللي في ايدك دي، وبعدين تذبح وبعدين تاكل 50 نفر بعد كده؟ حللها. طبعا. علمتك ايه دي؟ علمتني إيه؟ كل حاجه. تعلمتي اول حاجه علمتني القوة. قوة قلبك. طبعا. طب بقول لك ايه، ولادك بقى بيقفوا، قلتي لي بيقفوا يساعدوكي هنا. قلتي لي احمد ذو حلو في الاكل. في الاكل. ده خطير في الاكل. وانت مقسمه الايام على البنات واحمد؟ كل يوم واحد بينزل شكل معايا فيه، بس احمد له مهمه كبيره، بينزل يفرش. بيفرش الصبح.
بينزل عشان يشيل الانابيب ويفرش العربيه، لان هو طبعا راجل. ف قبل المدرسه بقى؟ لان احنا بنفرش يعني، بنفرش الصبح ويروح المدرسه، ولما بيرجع بيعدي عليا لو عايزه منه حاجه بيجيبها لي، مش عايزه بيروح الدروس بتاعته او بيروح البيت. لكن بتبقى متواجده معايا بقى طول النهار هبه او ندى، حسب اليوم. حسب اليوم.